عارف يا رؤى الحاجه الحلوه كمان ايه؟ انا اسفه، لا ان الافلام اللي بيعرضوها في معرض الكتاب بيبقى ليها جمهور، يعني هم بيختاروا ايه اكتر الافلام اللي اثرت مع الجمهور وبيعرضوها. هم اصلا عارضين كمان فيلم الفيل الازرق 2، وكمان اختيارات المخرجين بيختاروا ايه المخرجين اللي عملوا حاجات اثرت قوي وبيعرضوها علشان الجمهور بيتفرج عليها ويستمتع بيها. اتفضل يا عم. كمان بشوف الحقيقه معرض الكتاب لما كنت كانت ناس من اصدقائي يقولوا لي احنا بنروح كل يوم، اقول لي يا ربي هو انت مش رحت اول يوم اشتريت الكتب اللي انت عايزها غرض المعرض ومشيت؟ لا، ده معرض الكتاب بقى غير الكتب، في اماكن لعرض الافلام وفي جدول نازل من اول يوم لاخر يوم بتعرف الافلام اللي نازله كل يوم ايه، في ندوات وحلقات نقاشيه سواء بعد الفيلم او منفصله، في حفلات توقيع لكتب ومناقشه الكتاب في الكتب اللي كتبوها واصدروها. الحقيقه حدث ثقافي من الطراز الاول، يعني انا الحقيقه مبسوط ان مصر عندنا ايفنت زي معرض الكتاب اللي هو برضه اكد زي ما اكدت في حلقه امبارح ان هو الحدث رقم واحد من حيث عدد الجمهور على مستوى العالم والمشاركات، والحدث رقم اتنين من حيث الاهميه على مستوى العالم كله كحدث ثقافي. فالحقيقه معرض الكتاب وانا مبسوطه ان احنا كل يوم في انبوكس بنتكلم برضه عن معرض الكتاب.